مندوبا عن رئيس الوزراء وزير الاتصال الحكومي الدكتور مهند المبيضين، يفتتح فعاليات منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي. ويتضمن المنتدى الذي يقام على مدار يومين 8 جلسات يشارك فيها أكثر من 30 متحدثا أردنيا وعربيا وعالميا لمناقشة موضوعات تتعلق بالتحديات التي يشهدها الإعلام والاتصال في ظل التطور التكنولوجي والرقمي. اليوم الإعلام الأخير في حالة مواجهة مع الواقع الرقمي والتكنولوجي الذي يجب أن يستجيب له. اليوم الإعلام ينتظر من المواطن أن يثق فيه، ولكن المواطن يريد معلومة سريعة وموثوقة ومؤكدة وفيها مصداقية. هذا المنتدى يعاين كل هذه التجارب فيما يتعلق بالتحول الرقمي، صناعة القرار، المحمول الثقافي واللغوي، التحول في الصحافة الورقية إلى الرقمية، الإعلام من الإعلام الاجتماعي للإعلام التفاعلي. مسار طويل ومعقد، لكنه يحتاج إلى اعتراف بأننا يجب أن نستجيب لتقدم التكنولوجيا والرقمي، وإلا سيفوتنا قطار التغطية المباشرة وقطار الثقة والتي تتسع فجوتها بين الأنظمة والمؤسسات والجهات الحكومية في كل العالم. تعاني المؤسسات الحكومية من فجوة ثقة، هذا سببه عدم وجود المعلومة بالوقت المناسب وعدم أخذ الإعلام لدوره الحقيقي كسلطة رابعة ورقابية وجهة مساءلة. في إطار منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، تم تكريم قناة الحقيقة الدولية تقديرا لدورها الريادي كونها من أولى القنوات الفضائية الخاصة التي حصلت على الترخيص في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. وجاء هذا التكريم ليؤكد مكانة القناة وأهميتها في المشهد الإعلامي الأردني. قناة الحقيقة الدولية أولى القنوات الفضائية الخاصة التي حافظت على استمراريتها في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، يتسلمه السيد خالد المصري. طبعا شكرا لهذا التكريم من منتدى الاتصال. هذا المنتدى الأول طبعا، وهي الجائزة نتيجة أنه الحقيقة الدولية كانت ولا زالت أولى القنوات الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتقريبا يعني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت الأولى من القنوات الخاصة من عام 2008 تقريبا، قرابة 15 عاما. وقناة الحقيقة تحافظ على البصمة البصرية والهوية للحقيقة الدولية التي تعنى بأمور المواطن، ودائما الشفافية هي عنوان للحقيقة الدولية، والخبر الدقيق والخبر دائما الخبر الصحيح على قناة الحقيقة الدولية وعلى موقعها الإلكتروني. تفرع من بعد عام 2008 عن الحقيقة الدولية إنشاء الموقع الإلكتروني للحقيقة الدولية، والآن مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت ولا زالت قناة الحقيقة الدولية من أوائل القنوات الأردنية التي توصل الخبر بدقة وبشفافية، وتعتبر هي دائما محط ثقة المواطن الأردني. ما يلزمنا بالمرحلة القادمة يعني ليس فقط أنه قامت مؤتمرات ومنتديات، لكن المفروض أن نكون نخرج بخارطة الطريق، يكون في عندنا خطط عمل واضحة، نرجع نعمل استراتيجيات طويلة المدى ونقسمها على مراحل، حتى يعني نشوف شو المطلوب مننا سواء بالمواثيق، بالتشريعات، بالإخلاقيات، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعي، بأنه يكون في عندنا على الأقل تعاون بالأمور المشتركة. أنا أتمنى أن نكون يعني في تعاون بين وزراء الإعلام العرب، أن يكون في عندنا على مستوى جامعة الدول العربية خطط واضحة بهذا المجال. لكن أنا أعتقد أنه الآن نحن نمر بمراحل محصرية وصعبة ومفصلية، لابد من أنه يعني نقف سريعا عند هذه الأمور المفصلية، نقيمها ونخرج بالحلول نتمنى أن تكون يعني تستشرف المستقبل وبطرق خلاقة وإبداعية. كمؤسسات حكومية، وأنا أتحدث كممثل لإحدى هذه المؤسسات الحكومية وأيضا لوحدات الإعلام الحكومية في هذه المؤسسات، الاستفادة راح تكون كبيرة من مثل هذه الملتقيات، تبادل الأخبار والمعارف اللي ممكن تحدث في مثل هذه الملتقيات ينعكس أثرها إيجابا على عمل العاملين في الوحدات الحكومية القائمين بالأنشطة الاتصالية وحراس البوابات الإعلامية. يعني نأمل أن يكون هنالك توصيات في كيفية توظيف الحقيقي لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بما يلتزم بالمعايير المهنية والتقاليد المتبعة في وسائل الإعلام والصحف. أهم شيء الحقيقة إعطاء مساحة كافية للإعلام بكافة أنواعه الرسمي وغير الرسمي لكي يقوم بعمله بمهنية وموضوعية، لكي يبحث عن الحقيقة
ويخبر الحقيقة ويتعامل مع الأحداث بمهنية وواقعية. كلما استطاع الإعلام أن يقوم بدوره بحرية باستقلالية كلما كسب ثقة الجمهور الأردني. المنتدى يقام احتفاء باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش، وبالعيد 78 لاستقلال الأردن، بالإضافة إلى القضايا والتحديات التي تواجه صناعة الإعلام العربية وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز أخلاقيات المهنة وحرية الإعلام ومواكبة التطورات في مجال الإعلام والاتصال الرقمي. راشد المعيطة، الحقيقة الدولية.